ريج، وإلى مساحتنا الطبية رح ننتقل، ويمكن هالموضوع بهم كتير من الحوامل وخاصة بالأشهر الأولى للحمل وخوفا من تشوهات الجنين أو ما يعرف بالعيوب الخلقية. هالموضوع يمكن سلمى بالطبع كان بالماضي أمر فيه صعوبة، ولكن مع التطور التكنولوجي أصبح مراقبة الجنين بكل مراحل الحمل أمر سهل. ولنحكي أكثر بهذا الموضوع معنا الدكتور شادي خلوف، أخصائي بأمراض النسائية وجراحتها. أهلا وسهلا فيك دكتور، سعد صباحك. صباح الخير دكتور. أهلا فيك. بالبداية خلينا نحكي يمكن عن شوية أمور ممكن المرأة الحامل تكون غافلة عنها ببداية الحمل، وهي من أحد المسببات للتشوهات الخلقية عند الجنين. هلا أكيد كتير مهم إنه السيدة ببداية الحمل تكون عم تراقب الحمل من أول ما بتلاحظ إنه صار في انقطاع للطمس، وبالتالي في احتمال لأنه يكون في حمل. من هاي الفترة إحنا لازم نكون بتواصل مع الطبيب، من هاي الفترة لازم نعمل إيكو نشوف كيس الحمل، هل هو داخل الرحم او خارج الرحم. هي نقطه كثير مهمه، في سيدات مجرد ما عملوا تيست الحمل وطلع ايجابي بفكروا انه خلص الموضوع انتهى وهن صاروا انتظار الولاده مباشره. لا، هو هالفتره هي كثير مهمه، لازم السيده تشوف الطبيب بسرعه، تاكد انه كيس الحمل موجود داخل الرحم. كل فتره من الحمل لها طريقه مراقبه، وبالتالي هالمراقبه بالايكو او سريريا هي بتدل على شيء معين له علاقه بالتشوهات. هلا بناء على سؤالك انه هل في شيء ممكن تعمله السيده، اكيد في انواع من الادويه معروف 100% انه هي مشوهه، نحن ما بنفضل انه السيده تاخذها، بس حظنا كويس انه صارت الادويه بالغالب ما بقى تستعمل، فمشان هيك ما راح نوجع لهم راسهم فيها لانه هي بالغالب ما بقى استعملت. طبعا بضل التعرض للاشعه، التعرض الشديد للاشعه له اهميه كبيره بهي المرحله اللي هي مرحله التكون، واللي هي فيها قاعده الكل او لا شيء. يعني يا اما الجنين فعلا بيتاثر بشكل واضح جدا وبيكون فعلا مشوه وبصير حاله اسقاط لانه الجنين ما بيقدر، بيكون اخذ كميه كبيره من الاشعه، يا اما فعلا الجنين ما بيتاثر ابدا. فلذلك كمان بدنا نكون حذرين او دقيقين بانه مو كل صوره اشعه تعني تشوه، مو كل اذا ست راحت مع ابنها وتعرضت لصوره اشعه مش كرمال تكمش ابنها اثناء التصوير انه هذا رح يكون مشوه. هاي نقطه كمان كثير مهمه. دكتور كثير مهم نعرف امتى بيتم الكشف عن الجنين يلي ممكن يصير فيه حاله تشوه. هلا مثل ما قلت من بدايه الحمل هي موضوع مهم، ولكن كتشوه جنيني انا اكيد من الصعب انه اعرف انه هالجنين مشوه من وقت ما بشوف كيس الحمل. خلينا نقول الشهر الثالث هو الشهر المبدئي او البدئي لبدء الكشف عن التشوهات، واللي بدء المراقبه للكشف عن التشوهات بتكون تقريبا بهي المرحله. يعني خلينا نقول بين الاسابيع، اذا نحكي نحن لانه كأطباء نسائية نفضل الحكي بالأسابيع أكثر، منقول الشهر الثالث لأنه السيدات بيفهموا علينا فيه أكثر، بس نحن بالنسبة لنا بين الأسبوع 11 و14 هو بداية المراقبة المفيدة، المراقبة الفعالة. بهالوقت هذا نحن بنقيس نقرأ عند الجنين مثلا لحتى نقدر نشوف المنغولية اللي هي أكثر تشوه شائع وأكثر تشوه نحن مندور عليه لأنه هو أكثر تشوه نسبته موجودة. طبعا في تشوهات كثير ولكنها نادرة جدا، منضل نحن منبحبش عليها، ولكن المنغولية هي جزء مهم، وخاصة عند السيدات اللي بيحملوا بعد الـ30، خلينا نقول أكثر بعد الـ35، وهلأ صار في سيدات الحمل الأول عم يكون بعد الـ40، سواء حمل طبيعي أو لأنه تعرضوا لطفل أنبوب، فبالنتيجة إنه صار في تأخر بسن الحمل أكثر، وهدول نحن مطالبين بإنه نعمل لهم مراقبة أكثر، وهن مطالبين يتواصلوا معنا ليكون في مراقبة أكثر. فمن هذا الوقت نحن لازم نبلش مراقبة. الإيكو بهذا الوقت كثير مهم، الإيكو بالشهر الخامس بينعمل كثير مهم لأنه نمو الجنين تقريبا بيكون اكتمال، لازم بهالوقت نحن نعمل إيكو رباعي لحتى نحن نميز فيه تشوهات الأجنة. في سيدات بفضلوا إنه هن نحن ليش ما بنعمل إيكو رباعي طول وقت الحمل؟ هل هو الحقيقة هو ما في مشكلة مهمة. والإيكو بحد ذاته هي كمان نقطة مهمة لازم كمان ركز عليها، هو إجراء ما نضار ابدا. طبعا هو روتيني ما نضار ابدا، ما في اي ضرر على الجنين. ايكو ليس اشعه، ايكو هو صدى، وبالتالي ما في اي ضرر على الجنين. اذا اضطرينا احيانا بحالات اضطراريه بنضطر كل يوم نعمل ايكو لنراقب شيء معين عند الحامل، وبالتالي ايكو الرباعي هو ضروري بهذا الوقت من الحمل اللي خلينا نقول بالشهر الرابع خامس، لانه نمو الجنين تقريبا بيكون اكتمال، صار فينا نشوف
إذا في تشوهات شكلية بالأصابع بالأطراف بالطرفين العلويين بالسفليين بالوجه، في شفة أرنب، في انشقاق شرح، كلهم هدول نقدر نشوفهم أكثر بالإيكو الرباعي. فلذلك السيدة لازم تكون معنا بهذا الموضوع، وكل وقت من الحمل له مراقبته الخاصة فيه اللي بتخلينا نساعد أكثر على أنه يكتشف إذا في لا سمح الله أي تشوه. دكتور، حكيت حضرتك عن المتلازمة داون والإصابة فيها، وقديه ممكن نحن نقدر من خلال الإيكو، أنه نوع من الإيكو اللي بتقدر تكشف من خلاله إذا كان الجنين مصاب بهي المتلازمة، وبأنه شهر بيقدر يبان؟ هلأ سؤالك مهم، لأنه في سيدات بيفكروا أنه في شغلات ما بتنكشف إلا بالإيكو الرباعي. هو الحقيقة الإيكو الرباعي اللي بينكشف فيه متشوهات هو أقل من الإيكو الثنائي، يعني الإيكو اللي هو موجود بكل عيادات أطباء النسائية بكل عيادات نصارى ببلدنا هو الإيكو الثنائي اللي هو ثنائي البعد، اللي بنقول عنه أبيض وأسود، مع انه هو صار في تقنيات بتغير لونه، فبس الاسلوب ما تغير. وبالتالي هذا الايكو كافي بكثير من الحالات لنحن نكشف تشوهات الاجنه، سواء الحشويه سواء الشكليه. وبالتالي مثل ما قلنا بالشهر الثالث قياس نقره الجنين بالايكو الثنائي بيكون كافي لنحن نشك بانه هالسيده هل هي معرضه أكثر ليكون جنينها عنده احتمال منغولية. لأنه هلأ نحن كنا عم نحكي تحت الهواء عن شيء مهم، أنه تشخيص منغولية أو أي تشوه عند الجنين ما له بأمر الهين، وتأكيد التشخيص ما له بالأمر الهين. مشان هيك أحيانا نحن وهي نقطة السيدات بيستغربوها، أنه ليش نحن بنطلب أحيانا رأي طبي تاني؟ لأنه أنا لما بدي أخذ قرار بأنه هذا الجنين عنده تشوه ما وبحاجة لإنهاء الحمل، فلازم يكون، وهذا متبع بكل العالم، لازم يكون في رأي طبي تاني وخبرة طبية تانية ليكون التشخيص مؤكد. لأنه ما له من السهل أبدا أنه إحنا نقول لكوبل أنه أنتوا لازم تروحوا هذا الجنين، أو نقول أنه هذا الجنين عنده تشوه، كارثة بتكون طبعا. وهن يأخذوا قرار بأنه هن رح يجهضوا هذا الحمل ويطلع الجنين مثلا ما فيه شيء. دكتور، إمتى ممكن يتخذ هذا القرار؟ يعني بكل الأشهر إذا تم الكشف ممكن يتم الكشف مبكرا؟ طبعا هلا إحنا للأسف أنه في تشوهات، طبعا هي تشوهات ما لها مهددة للحياة، بس بتكون اكتشافها بيكون متأخر، لأنه هي بتصير متأخرة. بس إذا عم نحكي على التشوهات اللي هي ممكن تكون مهددة للحياة، أو يعني مثلا من انعدام الجمجمة، هو هذا ببلش نقدر نشوفه من بداية الشهر الثالث ويعني والفترة اللي بعدها. بس هذا تشوه يعني لا يتوافق مع الحياة، وقطعا لازم أنا نزل هذا الجنين. بس انعدام الجمجمة تشخيصه سهل. المشكلة هي بالتشوهات خاصة الكروموزومية المورثية اللي تشخيصها ما له بالأمر الهين حتى بالإيكو. ونحن بهي الحالات بنلجأ لفحوصات مخبرية، سواء على دم الأم لنكتشف نعمل كروموزومات الجنين من على دم الأم، أو لبزل السائل الأمنيوسي لنقدر نعرف هل في مشكلة، لأنه هدول الداون هن مشكلتهم مورثية، يعني هن في تسلل صبغي، في مشكلة صبغية على صبغي رقم 21. لازم نحن بالفحوصة المخبرية نأكد التشخيص نحن بنشوفه، لأنه أحيانا نشوف بالإيكو بنعمل الفحص بيطلع سلبي، بيطلع ما في مشكله، وانه السماكه هي سماكه عرضيه ليست دليل على انه داون. فلذلك التشخيص ما له سهل، ولكنه ببلدنا صار متوفر، وتاكيد التشخيص صار متوفر. نعم دكتور، ذكرت نقطه انه في كثير من السيدات مع تطور تكنولوجي وعم يشوفوا بالامور الطبيه صار في تطور كبير بسوريا، عم يفضلوا هو الايكو الرباعي. خلينا نتعرف اكثر، كل ايكو شو يعني اختصاصه، وامتى ممكن تم استخدامه لدى المرأة؟ هلا الايكو الثنائي هو الايكو مثل ما قلت لك موجود بكل العيادات. نعم. نحن بنعمله بشكل روتيني لكل الحوامل بكل زيارات الحمل، واللي هو لما نقول ثنائي البعد يعني هو طريقة التقنية الصورة هي طول وعرض، وبالتالي هو عمق الصورة ما بيشوفه، ولا بنقدر نشوف الجنين بالزمن الحقيقي. لهذا هي التقنية هي الإيكو رباعي البعد، اللي هو طول وعرض وعمق وبالزمن الحقيقي. وبالتالي أنت أثناء ما عم حاطة بروب الإيكو على بطن السيدة الحاملة تشوفي الجنين، فيك تشوفي بالإيكو الرباعي الجنين كيف عم يحرك، وبالتالي حتى حركته. فبالتالي احنا بنقدر نشوف مثلا شكل الرقبة، الكيسات اللي بتكون على التشوهات العصبية على رقبة الجنين على وعلى نقرته أو على بظهر الجنين، هي كثير مهمة نقدر نلاحظها أكثر بالإيكو الرباعي. هلا طبعا هي التشخيص المبدئي لها هو بالثنائي، يعني احنا ما بنروح دغري على الايكو الرباعي باثناء مراقبه الحمل، لانه بالايكو الرباعي ما بقدر باخذ قياسات للجنين مثلا، ما بقدر احدد وزن جنين. فبيضل الايكو الثنائي هو الركيزه الاساسيه
نعتمد عليها ب 90% من الحالات، ببعض الحالات للايكو الرباعي. طبعا احنا صرنا ببلدنا رغبه المريضه بتوجهنا اكثر نشوف شكل الجنين ومين بيشبه اكثر. هي بتقول انه انا بدي شوف اذا في تشوهات قطه، بس هو ضمنيا انه انا بدي اشوف مين بيشبه وشوفه اكثر. ونحن يعني ما عاد في مفاجاه ظهور، يعني لما الجنين بيخلق كان الزمان في مفاجأة بنوع الجنين وبشكله هلأ ما عاد في راحت هي المفاجأة بسبب طمعنا وتطور التكنولوجي. بس أنه كإيكو رباعي التقنية كتير بتساعدنا، ومو بس بالحمل، وإن شاء الله لاحقا نحكي عن تطبيقات الإيكو الرباعي اللي هي نحن عم نستخدمها فقط بالحمل، ولكن هو فيه تطبيقات أخرى كتير أهم من الحمل أو كتير مهمة مثل أهمية الحمل. طيب دكتور شادي، يعني مثل ما قلت طمعنا وحتى رغبتنا بانه نشوف شو شكل هالجنين مين بيشبه، هي الاشياء ممكن تاثر على صحه الجنين؟ في ناس بتتخوف بتقول لك انا بخاف اساسا اكشف بالايكو على طفلي سواء الثنائي او الرباعي، هل في مخاوف من استخدامه؟ ابدا، انا عم نحكي كاستخدام ايكو ابدا ما له اي مشاكل. ايكو عباره عن صدى ليس له اي تاثير سلبي، حتى ببعض الحالات لما بنشك نحن بتشوهات معينه، تشوهات الانبوب العصبي، وجود كتل ضمن البطن، مشكله في بالكليتين، نحن ممكن نلجا ببعض يعني بمرحله معينه من الحمل حتى للرنين المغناطيسي اللي صار له دور كبير بالتشخيص. وهذا السيدات لازم يسمعوه، لازم ينتبهوا له، انه لما الطبيب بيطلب اي اجراء تشخيصي مثل لما الطبيب ما بيكتب اي دواء للسيده الحامل فيكونوا واثقين تماما من انه الطبيب بيعرف ايجابياته وسلبياته، ولا يمكن يوصف لهالسيدة دواء يكون مشوه. للأسف نحن بنشوش على بعضنا أحيانا، يعني أطباء ومرضى وصيادلة وأطباء وصيادلة ومرضى، لنخلي السيدة تكون مشوشة. حتى الجيران طبعا كله بيأثر، إنه شلون عم تاخذي هذا الطبيب المجاني، إنه شلون عم تاخذي هذا الدواء. سيداتنا كلهم خاصة الحوامل بتوصفي لهم دواء بيفتحوا النشرة وبيقروا إنه دكتور هذا الدواء أنت كتبت لي إياه وهو طلع إنه مشوه. اكيد الطبيب ما بيكتب دواء ليكون متاكد. ونحن مثل ما قلت لك صرنا محظوظين هلا بانه عندنا هامش واسع من الادويه اللي ما لها اي تاثير سلبي على الحامل. تماما. دكتور، ممكن اذا لا سمح الله صار اي تشوه لدى الجنين، ممكن يتم علاج هذا التشوه داخل الرحم؟ هلا للاسف انه نحن ما وصلنا لهالمرحله من التطور ببلدنا لنقدر نعالج. هلا بعض المشاكل يمكن نقدر نحلها، ولكن كتشوهات تشريحيه نحن ما وصلنا لدرجه انه نقدر نحلها داخل رحم الام الحامل. شو المشاكل اللي نحن قدرانين نحلها؟ هلا كتشوهات ما عندنا شيء نقدر نحله، للاسف ما عندنا شيء كتشوه نكتشفه عند الجنين. هلا التشوهات المورثيه اكيد ما في حدا بالدنيا بيقدر يحلها، لانه هي اصلا بالصيغه الصبغيه تبع الجنين. بس نحن في نقطه مهمه انه نقدر نتلافاها لاحقا، يعني لما في سيدات مثلا عندهم مشاكل انه او بتسمعيها مثلا من الجيران من اي حدا انه هي الست كل ما انجبت صبي بيموت او بيطلع عنده تشوه، بتجيب بنات ما عندهم مشاكل. في بعض التشوهات اللي بتكون محموله على الصبغيات الواي اللي هي رح تكون عند الذكور فقط، وهون الحقيقه بيخدمنا كثير موضوع طفل الانبوب، وهدول السيدات بيكون نحن من الضروري انه نعمل لهم طفل انبوب لحتى نحن البيضه الملقحه نعمل عليها دراسه صبغيه ونقدر نعرف نوعها لحتى نرجع الاجنه اللي هي غير مشوهه، ويعني نتجنب ارجاع الاجنه المشوهه حتى ما تضلوا هدول يعني الازواج يعانوا اما من تشوهات الاجنه واما من الاسقاطات او من وفيات الاجنه. فهون العلم الحقيقه وهذا بلدنا موجود ومتاح جدا انه بيخدمنا كثير لتجنب حدوث تشوهات متتاليه عند هدول الازواج اللي هن موجودين كثير حقيقه. طيب دكتور، يعني مثل ما حكيت يمكن طفل الانبوب هو ببعض الحالات هو كثير مفيد طبعاً، لانه ممكن يخفف من تشوهات ببعض السيدات اللي هن بيتاخر عندهم فتره الانجاب او اساسا بيتزوجوا بسن متاخر كمان هو مفيد. للاسف مجتمعاتنا العربيه بشكل عام بخافوا من هذا النوع طبعاً من الحمل، بيحسوا انه هو غير طبيعي منهم او طبعاً غير طبيعي او بشكل عام. انت كيف بتشوف هذا الموضوع؟ هلا طفل الانبوب انا بحاول دائما اوصل رساله انه طفل الانبوب هو صحيح هي إجراء صنعي، ولكن أنا النتيجة بحصل عليها هي نتيجة طبيعية. والست سيدة الحامل اللي هي بتحمل عن طريق تطبيق تقنية طفل الأنبوب هي بس تحمل صارت حامل طبيعية، طبعا بتوجب عليها الحذر أكثر، ولكن هي حامل بجنين طبيعي. ولازم نحن نعرف أنه تقنية طفل الأنبوب ضرورية جدا أحيانا ببعض الحالات اللي ببعض الحالات اللي مو مشكلة عند الأزواج أنه ما بيقدروا يحملوا، لا هن بيقدروا يحملوا بس عندهم مشاكل صبغيه او مورثيه، يعني مشاكل مثلا اللي عندهم تلاسيميا
وتلاسيميا شديده. انا صار في وسائل اقدر اكتشف اعمل وقايه من هدول من هي المشاكل اللي عندهم تشوهات عند اجنه وعم تتكرر. انا في صار عندي وسائل، بس هذا لا يمكن انا احصل عليه الا بهالتقنيه. وبالتالي مو كل الازواج نحن بنقول لهم روح اعملوا طفل انبوب بيكون لانهم غير قادرين على الحمل، لا، لانه احنا بنكون مضطرين لهي التقنيه طبعا، لانه بتخلينا نعرف مشاكل هدول الاجنه قبل ما يتكونوا او يكونوا موجودين داخل الرحم، وبالتالي نعمل شيء استباقي وقائي حتى ما نشكل مشاكل اجتماعيه. لانه بالغرب الموضوع بينحسب، تشوهات الاجنه تنحسب اقتصاديا واجتماعيا، مو بس تنحسب نفسيا، لانه كمان الموضوع الاقتصادي والاجتماعي له كثير دور مهم. انا لما مجتمع فيه اقل عدد من التشوهات عند الناس أكثر هذا إنتاجية. فأكثر إنتاجية وأكثر بصير أقل، وهكذا. فلذلك هذا الموضوع كتير مهم. دكتور، بنهاية حديثنا شو النصائح بتوجهها لكل سيدة ببداية أشهرها بالحمل لحتى أكيد تتجنب يصير عندها أي تشوه بالجنين؟ أكيد مثل دائما بنقول كلمة سر هو الاتصال والتواصل والمراقبة، وأكيد الوقاية خير من قنطار علاج. فلذلك أي سيدة بتحمل منذ الأسبوع الأول لاكتشاف الحمل لازم يكون في مراجعة عند الطبيب، لازم يكون في تواصل دائم مع طبيبة. لا هي تهمل الموضوع، وأكيد نحن كأطباء لازم نكون مهتمين أكثر بالسيدات الحوامل، خاصة بيحملوا هن صغار أو بيحملوا لسه بيكون الحمل الأول. ودائما لازم بقول لهم السيدات الحمل الأول أهميته مثل الحمل الأخير، مثل الحمل العاشر حتى، لأنه كل حمل له مشاكله وله الطريقة لازم يتراقب فيها. فلذلك خلونا على تواصل دائم، لأنه هذا شيء كتير مهم، ونحن واجبنا لنوصل الأم والجنين لأكيد لسلامة دائمة. أكيد تريح حالها هذا الموضوع كتير مهم لكل سيدة. شكرا لك دكتور شادي على النصائح اللي بتوجه لنا اياها دائما، ونتمنى كل السيدات اللي يكونوا تابعونا اليوم إن شاء الله نالوا بعض ان شاء الله عم نقدم لهم معلومه طبيه تكون مفيده دائما ويبعدوا عن هالشيء.